ملناش دعوة، إن شاء الله يبعت الجن الأزرق. شكلها كده عينها منه. برضه ملناش دعوة، اللي يحمل يشيل. وإنتي قافلة منه خالص كده يا رضوى؟ عايزة الصراحة يمكن كان لسه في حتة جوايا نفسي إن هو يطلع راجل وسند ليا، بس كل يوم بيتأكد لي إن هو ما عادلوش مكان في حياتي. كتر القاسية تقطع عروق المحبة. فهمك. أصل أنا عبد التواب عمال يكلمني من امبارح. شفتي مش قلتلك؟ اتقالي بقى وما ترديش عليه دلوقتي. اتصل فوق الخمس مرات. يا بنتي اتقالي خليه يستوي، ولو عايز يجي ياخدك ياخدك من هنا، ولازم أبقى أنا موجودة علشان يعرف إن ليكي كبيرة هي مش سبهللة. وأنا بقى خايفة باللي بنعمله ده يزهق ويبطل يتصل تاني. ما تخافيش. اعملي لنفسك قيمة غيرك يعمل لك قيمة. وبيقول اختك الكبيره قالت يلا نزلي الكيسه السمره دي للعشق الولهانه. هي مستنيه تحت فوق الساعتين. الحب يعمل اكتر من كده. فوق الساعتين؟ لا دي كده تبقى ناوي على حاجه بقى. اللي خدته القرعه تاخده من الشعور. يلا بالسلامه. انا مش عارف اشكرك ازاي يا سعاد، والله العظيم بجد تعبتك معايا. بس انا مش فاكر ان انا طلبت منك انك تروحي لها. يعني ما انا عارفك يا عبد الغني، نفسك عزيزة عليك زيي، يعني ما كنتش هتروح لها من نفسك. طب وهي اديتهم لك كده عادي يعني، مثلا من غير ما تسأل او تتقص تطمن؟ لا سألت، بس نفسها لسه شايلة. ولك للأمانة يعني بتقول لك لو عايز تشوف البنت في اي وقت تعالى، الباب مفتوح. والله الحقيقة ان هي قالت لي الموضوع ده بدل مرة اتنين وتلاتة، بس أنا شكلي كده خلاص يعني كده خسرتها للأبد. ولا أنت إيه رأيك يا سعاد؟ محدش أقوى من نصيبي يا عبد الغني. تدعي بالله. لا إله إلا الله. والله بقعد آخد يعني كده أودي مع نفسي، وقعد أقول لواد عبد الغني لو أنت رحت لها واستسمحتها ورضيتها يعني جايز ترضى إنها ترجع لي يعني. ولا أنت إيه رأيك يا سعاد؟ لا ربنا يعمل اللي فيه الخير، المهم أنت ريح كده وكلك لقمتين تلاقيك على لحم بطك يا حبة عيني. كمان والله ما عارف ودي جمالك فين يا سعاد، والله العظيم ولا جمال ولا حاجة. امسك خلي دول معاك كمان عشان لو عوزت حاجة وانا مش موجودة. وادي دواء السكر. ايوه بس كده كتير يا سعاد. ولا كتير ولا حاجة يا عبد الغني، عادي يعني زي ما الدنيا جاية عليك. على فكرة جاية عليا انا واكتر كمان. بس انا جتتي نحست عقبالك كده. ما تقوليش كده، انت بنت حلال. طب بسم الله. يلا. يعني بس كده كتير بجد يعني، والله يعني يا سيدي اعتبره دي حلوه كده يا سيدي. بس بقى يلا كل. ده حساب الشهر اللي فات بس، وبعد كده بفتح حساب في البنك عشان احولك عليه فلوس اسهل. كل ده؟ كل ده؟ هما دول حاجة؟ فتحي مخك معايا بس واحنا ناكل الشهد. أكتر من كده؟ إذا كان كل حاجة بتحصل لي اليومين دول عكس دماغي، أفتحه أكتر من كده إيه؟ ده أنا في لقوا نصين أحسن. رضوى، إحنا اللايف اللي جاي ممكن نعمل من دول 10 مرات مثلا. أنت بتتكلم جد؟ والله. اطلعي أنت بس ردي على الفيديوهات اللي اتسربت إمبارح، واكتبي عنوان نغش كده: حكايتي الساخنة مع فيديوهات الدكتور الصياد. اللي انت بتقوله ده مش هعمل كده طبعا. اسمعي مني بس يا رب. بلا اسمع بلا زفت، انا عندي خطوط حمراء مش هعديها. يا ستي ما تسمعي منه، هو انت خسرانه حاجه. اقسم بالله العلي العظيم كلمه زياده ما هاخد الفلوس دي وهقفل على الموضوع ده، بلا هم وقله ادب وقله قيمه. لا 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 براحتها، براحتك خالص يا رضوى، ومحدش هيخصبك على حاجه. بس خلي بالك انت كده بتضيع علينا مكاسب ما تتعوضش وفلوس كتير قوي. نكسب بالعقل وبالحلال وبالاحترام، مش نتاجر بلحمنا ونعمل فيديوهات رخيصه. قولوا عليا دقه قديمه، قولوا عليا ما بفهمش، قولوا عليا مش وش نعمه. خطوه كمان مش هتعتع. ماشي يا رضوى، ابقي كلميني عشان نشوف هنعمل ايه. سلام. سلام. ايه عينك زغللت على الفلوس؟ يا ستي وانا اتكلمت ولا فتحت بقي؟ لو ما باين في عينيك اهو. لخزقهم لك انا عشان ترتاحي؟ لا ارتاح ولا نيله. الفيديوهات قال
اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.